السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده التوتوريال رقم 8 من توتوريالز الأوبجكت أورينتد كونسبتس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكلاسز، المرة دي هنتكلم عن كونسبت جديد وهو من الفيتشرز الأساسية في الأوبجكت أورينتد اللي هو الانهيرتنس. خلونا نتكلم عن الانهيرتنس كده ببساطة. انهيرتنس أولا بالعربي يعني ورثة، يعني في حاجة بتورث حاجة. طيب أبسط حاجة بنفكر فيها لما نقول ورثة ايه؟ ان مثلا في اب عنده مثلا لون عينين معين فابنه بيورثه يبقى له نفس لون العينين مثلا يعني. طيب الانهيرتنس بقى هنا في الاوبجكت اورينتد بيكون معناها ايه؟ خلونا نتكلم كده في الاول. احنا في المثال اللي فات في الكلاسز قلنا ان احنا ممكن نكون عاملين كلاس للامبلوي، والكلاس دهيت فيها اي دي وفيها سالري، وممكن يكون فيها مثلا ديبارتمنت بتاعة الموظف مثلا. طيب لو احنا عاملين كلاس تانية برضو لو نكتبها تحتيها كده كلاس للعامل مثلا، طيب العامل برضو له اي دي، له اي دي في الشركة، والعامل برضو بياخد سالري، بس الفكرة ان العامل ملوش ديبارتمنت، العامل مثلا له الكاتيجوري بتاعته. طيب ايه اللي حصل هنا؟ الحصل ان احنا كررنا هنا الاي دي مرتين وكررنا السالري مرتين. طيب مع الوقت الموضوع ده عامل يعني عمل مشكلة في الريدندنسي، ان احنا كده بنكتب الحاجة كذا مرة، وطبعا لما الكلاس تبقى كبيرة بيكون في حاجات متكررة كتير ملهاش معنى وملهاش لازمة. فتسهيلا للموضوع ده وتحقيقا برضو لمبدا الاوبجكت اورينتد وان انت تسهل ومبدا الريوزابيليتي بتاع الكود، قلنا ان احنا ممكن نعمل ايه؟ بدل ما نعمل الكلام ده نعمل كلاس كبيره كده في الاول اسمها مثلا ايه، كومباني ممبر، ده لاي واحد شغال في الشركه. طيب اي واحد شغال في الشركه بيبقى له اي دي، اي واحد شغال في الشركه بيبقى له سالري، فرضا كده بس يعني. تمام. طيب لو جينا بقى نعمل خلوني امسح الكلام ده، فلو جينا بقى مثلا نعمل هنا كلوس بتاعه الامبلوي، مش هنحط فيها غير مثلا ال department مثلا string اسمها ال department. تمام. وهنقول له بطريقة معينة ان ال employee ده بي inherit ال class اللي اسمها company member. تمام. برضو نفس الكلام class worker، برضو نفس الكلام هنقول له ان هنا في حاجة زادت بس اسمها الكاتيجوري، وبطريقة برضو معينة هنقول له ان ده بي انهيرت، نخليه كده اهو بي انهيرت الكلاس دهيت، وده بي انهيرت الكلاس دهيت. فبشكل ما احنا بقى عندنا الممبرز اللي هنا بقوا موجودين هنا برضو، والممبرز اللي هنا بقوا موجودين هنا، وزودنا عليهم الحاجات اللي احنا عاوزين نزود عليها. فبالمبدأ ده احنا وفرنا ان احنا نعيد الكود كذا مرة، وبرضو بنفس نفس التفكير ان احنا ربطنا الحاجات دي ببعضها بطريقة لوجيكال منطقي، ان الكلام ده ان دي كلاس كبيرة ومتفرع منها الكلاسز دي. فمثلا بنفس التفكير مثلا ممكن نعمل كلاس كبيرة مثلا اسمها human. تمام. وفي منها male وفي منها female، كل حد له كلاسز بتاعته، الميل في مثلا تشايلد وفي ادلت وهكذا يعني. نفس بقى تمشي الشجره دي بايه، بنفس اللوجيك ده. طيب فدي فكره الانهيرتنس بشكل سريع. لو جينا نبص على مثال مثلا، فاحنا عملنا كلاس اسمه ستودنت بيكون فيه الاي دي، بيكون فيه الجي بي اي بتاعه اللي هو الدرجه بتاعته، الجريد بوينت افريج، وفي النيم، في الفانكشن اسمها كالكوليت جي بي اي بتاخد الدرجات التوتال وتقسمها على ال 1500 اللي هو المجموع، تضرب في 5 عشان تطلع الجي بي اي يعني بطريقه معينه يعني. تمام.
عملنا كلاس تانية اسمها first grade student. بيكون في subjects بتاعته, subject A و subject B و subject B, ودي الدرجات بتاعتهم. دي حاجات زيادة عن الحاجات اللي في student. تمام, يبقى دي بتنهرت من الكلاس اللي اسمها student. طيب في المين بقى هيحصل ايه؟ عارفين ان احنا ممكن نقول ايه, first grade student عملنا منه instance اسمه احمد. خليكم معايا, دي كده ده التايب, اكنك بتقول انتجر زيه بالظبط, اسمه احمد, احمد دوت سبجكت اي جريد عادي, ده ممبر جواه بيساوي كذا الدرجه. طيب نقدر نقول برضو احمد دوت كالكيوليت جي بي اي, مع ان الفانكشن دي موجوده في الكلاس اللي اسمها ستودنت مش الكلاس اللي اسمها فيرست جريد ستودنت, بس احنا قايلين له ان دي بتنهرت من دي بطريقه معينه يعني. طبعا الكلام ده حسب كل لانجوج, فهو عارف ان الحاجات دي كلها موجوده هنا برضو. فاحمد دوت كالكيوليت جي بي اي وندي له رقم, حاجه طبيعيه جدا. وممكن نقول له برضو احمد دوت اي دي وندي له اي دي بتاعته عادي جدا. طيب ده كده الانهيرتنس بسرعه. لو جينا نبص على دايجرام كده للموضوع, فاحنا هنا في بيز, دي اسمها بيكون اسمها البيز كلاس اللي هي برضو في هنا, دي اسمها البيز كلاس, بيز كلاس, ودي بيكون اسمها derived class. تمام, فدي دي اهي اسمها البيز كلاس, وكل واحده من دول derived class منها. تمام, ففي هنا فيتشر A وفيتشر B. طبعا اي derived class فيه ال A وال B, وممكن نزود عليه C. هنا في A و B وزودنا D و E, طبعا C دي حاجه تانية, object تانية خالص. دول كده ملهمش اي علاقه ببعض, حاجات دهيت كده ملهاش اي علاقه ببعض. تمام, هنا برضو A و B وزودنا فيتشر تانية اسمها F, وهكذا. فاحنا كده نكون فهمنا ان شاء الله يعني الكونسبت بتاع موضوع الانهيرتنس. طيب عايز ازود حاجه بس, ده تعريف الانهيرتنس في ويكيبيديا. بيقول لك ان ان اوبجكت اورينتد بروجرامنج, يعني في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. طيب الانهيرتنس ده ايه؟ انهيرتنس از ا واي تو compartmentalize and reuse good by creating collections of attributes and behaviors called objects. تمام, طيب يعني هي فكره ان هي بتعمل reusing للكود. بيحصل الكلام ده ازاي؟ بنعمل collections من الattributes والbehaviors. طبعا عارفين الattributes اللي هي الvariables, behaviors اللي هي functions, بنسميها objects which can be based on previously created objects. يبقى في object اساسي وده بيزد عليه, ده الجديد ده بيزد على ايه؟ على القديم. تمام, in classical inheritance where objects are defined by classes, classes can inherit other classes. تمام, ان في ال class دي class بتنهرت من class تانية. تمام, classes can inherit other classes. طيب the new classes known as subclasses اللي هي derived classes زي ما قلنا بت inherit attributes وال behaviors بتاع ال pre-existing class اللي هي بنسميها super class or ancestor class. دي ال super عكس ال super ال sub, او دي ال base ودي ال derived, يعني مسميات, او الانسيستر, انسيستر يعني زي الجد او كده او الاب. والانهيرتنس ريليشن شيب, ذا انهيرتنس ريليشن شيب اوف سب اند سوبر كلاس كلاسز جيفز رايز تو ا هايراركي. تمام, ان بروتوتايب بيزد بروجرامينج يعني مالناش دعوه بالموضوع ده قوي. اوبجكتس كان بي ديفايند دايركتلي فروم اذر اوبجكتس وذاوت نيد تو ديفاين, يعني ماشي ما علينا من جزء البروتوتايب بيزد بروجرامينج ده. فده الديفينيشن حبيت اقراه معاكم. وكده خلصنا الانهيرتنس. وطبعا لو في اي حاجه ابعتوا لي مسج, وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا.